هنشوف مع بعض النهارده مجموعه مختلفه من الدبسات المستخدمه في عمليات السمنه زي عمليه تكميم معده او تحويل المسار. هنشوف مع بعض تقنيات حديثه في غلق الجروح بدون غرز تماما زي الصمغ الجراحي او الحاجه الجديده اللي هو الزيب لاين او اللي احنا بنسميها متعرف عليها ان هي السوسته اللي تقفل بدون الجرح بدون غرز تماما. هنشوف برضو مع بعض انواع الخيوط الجراحيه الجديده المتطوره زي الفيلوكس سيستم. هنشوف مع بعض الاجهزه الجديده زي جهاز الفالي لاب وجهاز الفيزر اللي بيساعدنا ان احنا نقدر نوصل لاحسن نتيجه في خطوه الكي في التكميم او تحويل المسار، وجهاز الفيزر اللي بيدينا افضل نتيجه في عمليات شفط الدهون ونحت الجسم. كمان هنشوف السيليكون اللي بنستخدمه عشان نعمل تكبير للثدي او للمؤخره وايه دوره في عمليات السمنه. هنبدا مع حضراتكم اول حاجه الجهاز اللي موجود معانا ده، وهو جهاز مهم جدا وهو اسمه جهاز تسكين الالم. جهاز تسكين الالم ده عباره عن جهاز زي ما انتم شايفين بيتملي بمحلول. الجهاز ده بيبتدي ان هو بيتعلق هنا في بشكل عادي خالص، ويبتدي ان هو يحقن لوحده مسكن كل ربع ساعه في الكانيول اللي موجوده في الوريد. كل ربع ساعه بيدي مسكن لوحده، ولو انا حبيت في اي وقت ادي لنفسي مسكن بضغط بس على الزرار الازرق اللي موجود ده، فبدي لنفسي المسكن في اي وقت انا محتاجه عشان نضمن ان ما يكونش فيه اي رعة تماما بعد العمليه ان شاء الله. يبقى ده اول حاجه اللي هو جهاز تسكين الالم. هنيجي بعد كده للتطور بقى في الدباسات بشكل عام. دي دباسه اللي هي الكوفيديان. الكوفيديان دي واحده من الشركات الامريكيه المعروفه. الدباسه اللي احنا شايفينها دي حاجه اسمها الدباسه اليونيفرسال. زي ما انتم شايفين دي من يعتبر من افضل الدباسات اللي كانت موجوده في الماركت، وابتدت بشكل قوي جدا بتقدر ان هي تقفل المعده، وبيتوصل بيها هذا النوع من الغيارات وهو الاندو جي اي يونيفرسال ريلود. الغيار ده بيركب هنا في الدباسه بالمنظر ده، وبيبتدي ان احنا ندخل من خلاله نصغر المعده بست صفوف 3 و3 وبيفصل في النص. ده اول نوع من الدباسات وهي الجي اي اي يونيفرسال. هنيجي بعد كده للدباسه اللي بعدها وهي الاندو جي اي اي الالترا. يمكن الالترا بتتميز شويه عن اليونيفرسال بان هي لو احنا شايفين ان هي هنا ميتال، والاستابيليتي بتاعتها بتكون افضل، وفي نفس الوقت بتركب عليها الدباسات الثلاثيه او اللي بنسميها التراي ستيبل تكنولوجي. التراي ستيبل تكنولوجي زي ما انتم شايفين الميزه فيها الانجيوليشن، هتقدر تلف يمين وشمال. زي ما انتم شايفين الريلود بتاعها بيبقى ست صفوف 3 و3. اول واحد بيبقى قافل المعده بيبقى اوسع، اللي بعديه اضيق شويه، اللي بعديه اضيق خالص، فتقدر تقفل بشكل محكم جدا. ده بالنسبه للجي اي اي الالترا والتراي ستيبل تكنولوجي، وده من احدث الدباسات المستخدمه، وهذه النوعيه من الدباسات كلها امريكيه. هنيجي للشركه الثانيه اللي هي بتعتبر برضو امريكيه وشركه كويسه جدا، وهي شركه ايشلون، اللي هي بارت من او واحده من شركات جونسون اند جونسون. الايشلون سواء في منها نوعين اللي هي الايشلون فليكس ال 60 والدباسه الجديده اللي هي الايشلون فليكس باورد ستيبلر اللي بتشتغل بالكهرباء. لو احنا شفنا النوعيه دي من الدباسات برضو دباسات قويه جدا، وده بيكون شكلها نبتدي ان احنا نستخدم بالشكل ده. ميزه هي ان فيها انجيوليشن، هي بتقدر تلف يمين وشمال وتقدر تقفل المعده بشكل محكم، بالاضافه الى الدباسه الجديده وهي الباورد جي اس تي، وده بيعتبر هي افضل واحدث انواع الدباسات. زي ما انتم شايفين ده بيبقى شكل الدباسه، بيبقى فيها بلج زي ما انتم شايفين، هي بتشتغل بالكهرباء وبتشتغل اوتوماتيك باورد. دي اللي هي الدباسه اللي هي الجي اس تي، وبيركب عليها هذه النوعيه من الغيارات، بيبقى مكانها في الجزء ده زي ما انتم شايفين هنا في الجزء ده. الغيارات دي برضو هنلاقي مكتوب عليها من ورا حاجه اسمها الجي اس تي سيستم. فكره الجي اس تي سيستم ان هو بيدي سيفتي عالي جدا جدا جدا، انه يساعدنا ان احنا نقدر نقفل المعده بست صفوف. كل دبوس بيطلع بيكون ليه تشانل او قناه خاصه بيه تحكم الدبوس ده انه يطلع في القناه دي عشان يوصل للتجويف اللي موجود في الدباسه فيقفل بشكل سليم وصحيح وما عندوش اي قابليه للتزحزح، عشان كده تكون افضل انواع الدباسات المستخدمه، وبتقدر تقفل المعده بشكل محكم جدا جدا. كل هذه الدباسات
يمكن استخدامها بتتفاوت من الوقت اللي طلعت فيه للدباسات الأحدث، لكن كل هذه الأنواع تعتبر هي من أفضل الأنواع الدباسات اللي موجودة، وهي دباسات أمريكية بالكامل. لكن طبعا في أنواع تانية بتكون كوبي للتكنولوجي، يعني بتكون تقليد شوية، بتكون صيني أو من هذا القبيل، ما بنفضلش نستخدمها قوي لأن ما بيكونش بنفس الدرجة من الجودة والسيفتي في العملية. فعشان كده يمكن احنا بنشوف زي ما في التنوع في أنواع الدباسات، ده بيخلي شوية في تنوع في الأسعار عشان الناس بتسأل عن موضوع الأسعار وتفاوت الأسعار والحاجات دي كلها. فالفكرة إن أنا لازم أكون أنا هعمل بأنهي تكنولوجي، كل الأدوات دي سنجل يوز تستخدم لمره واحده، مش محتاجين احنا نعقمها، بتبتدي ان هي خاصه بكل مريض. ولكن في دباسات بتكون فيرجن احدث، وطبعا على راسها الدباسات الحديثه اللي فيها خاصيه الجي اس تي سيستم. برضو هنشوف مع بعض الخيوط المستخدمه واللي بنعمل بيها خطوه التقويه في عمليه زي التكميم عشان نعمل التكميم المقوى. ده بيكون اسمه الفيلوك سيستم. الفيلوك عباره عن خيط، الخيط ده في تكنولوجي او في فكره حلوه جدا ان هو بيدخل، لو احنا شفنا ان الخيط، نفترض ان هو ده الخيط، بيدخل يعدي الانسجه بالمنظر ده، مجرد ما بيعدي بيفتح على حرف في، فحرف الفي ده بيخلي الخيط ده عمره ما يرجع، فبيدي استابيليتي بشكل كبير قوي، وبيقدر يقفل المعده بشكل محكم جدا. عشان كده بنستخدمه كخطوه حتى بعد الدباسه عشان نضمن المعده مقفوله بشكل محكم، ونعيد تثبيت البطن، منديل البطن فيها. زي ما قلنا لحضراتكم خطوه التكميم المقوى بتكون خطوه مهمه جدا في اي عمليه تكميم، ودي الحقيقه اللي احنا بنتميز بيها واللي احنا عملنا عليها ابحاث بشكل كبير، والحمد لله كنا من اوائل الناس ان احنا نتكلم عن هذه الاضافه كخطوه مهمه جدا في عمليه تكميم المعده. هنشوف مع بعض التكنولوجي بتاعت الكي. احنا طبعا لما بنعمل عملية تكميم زي ما شفنا مع حضراتكم قبل كده، لازم اول خطوة بنعملها ان احنا بنكوي منديل البطن او الشعيرات الدموية اللي فيه عشان نفصل منديل البطن على من المعدة. الاجهزة اللي بنستخدمها في الكي ده واحد اسمه الليجاشور، اللي هو البلانت تيب. الليجاشور ده من شركة برضو كوفيديان، ودي شركة امريكية، شركة كوفيديان ميد ان يو اس اي. الشركة دي برضو أمريكية اللي هي بتنتج الدباسات دي. يد الكي اللي بنستخدمها بنوصلها بجهاز متطور جدا اسمه الفالي لاب. الجهاز ده بنعمل بيه ايه؟ بيطلع موجات معينة، الموجات دي بتمشي في اليد دي، ومن خلال البليدز او التو بليدز دول تقدر انها تقفل وتكوي الشعيرات الدمويه بشكل كويس جدا، فتحمينا من السيوله والنزيف واي مشاكل اثناء العمليه. نفس الكلام عندنا الفيرجن الثانيه، وهي اللي هي اسمها ميرلين، ودي بتتميز عن الاله اللي وريتها لكم قبل كده ان هي زي ما انتم شايفين شكلها كيرفت، فبتدينا اريحيه كتيره ان احنا نسلك المعده بشكل كويس، خصوصا عند الجزء الخاص بقبه المعده عشان نقدر نعمل العمليه بالشكل السليم.